طبعا دلوقتي يعني طلع خبر في المغرب ان الوداد والرجاء عندهم مباراه يوم 24، وهو مباراه الزمالك والاهلي 24 و25، فالامور كده واضح ان هي ممكن تكون في تاجيلات او ان ميعاد المباراه ده طلع وان هم هياجلوه هناك. موقف الحقيقه مش فاهمينه شويه. مش مفهوم خالص، ملهوش ترجمه يعني. يعني هل الاتحاد الافريقي بعت لهم حاجه رسميه عشان يعلنوا جدول الدوري كده، ولا الراجل عنده مش عامل حسابه على السيمي فاينل؟ يعني كوميديه جدا يعني، برضو بصراحه بنشوف حاجات غريبه قوي يا سيد بصراحه. لا بس دي يا كابتن بيبين لك يعني في حاجات معينه، يعني ينزل الجدول ان عنده ماتش 24 وهو عارف ان عنده ماتش 25، وحازم عايز يقول ان هو ممكن يكون عنده مسؤول في الاتحاد الافريقي مثلا عنده معلومه بلغه. طب انا بقول لك يعني يا اما تبليغ رسمي صعب، بس لازم تبليغ رسمي كان بلغك. طب ما خلاص، ما دام ما فيش تبليغ رسمي يبقى الجدول معمول، يعني مش عايز اقول تشتيت بقى ولا اي كلام، لكن الجدول مش مظبوط يعني. يعني على الانديه في مصر لازم تعمل حسابها. النهارده الرجاء امبارح الرجاء خسر من طنجة، اخر فرقه في الدوري. كان لعب بقالهم 10 ايام 12 يوم ما لعبوش، والوداد ما لعبش من يوم 9/8 تقريبا، من 9/8 ما لعبش ولا ماتش لغايه دلوقتي. بس احنا كنا بنتكلم سيف، انت بتسال سؤال واضح والصح، ان الفرق المصريه الزمالك والاهلي يستعدوا للمباراه ما دام ما فيش اي حاجه رسميه، ما لهمش دعوه بالجدول في المغرب ولا ليهم دعوه باي حاجه، عشان دي حاجات تشتيت ممكن للتركيز او للانتباه بشكل غير عادي. خلينا نتفق على ده. كابتن وليد، يعني ممكن يكون منزل المباراه في الجدول عادي وبعد كده هياجلها، يعني ممكن يكون الحاجة الرسمية في الدوري المغربي انه حاطط المباراة مسكنها في مكانها، وبعد كده لما هيتلعب دوري ابطال افريقيا المباراة المحلية تتأجل ما فيهاش مشكلة، او العكس ان يكون هم عندهم معلومة ان دوري الابطال هيتأجل بما ان كورونا برضو في المغرب الاعداد بتزيد. ايه بس كورونا في المغرب الاعداد بتزيد وانت بتلعب دوري عندك؟ يعني انت اوريدي عندك مباراه وما بتلعبش مباراه الافريقيا المباراه الرسميه بتاعتك؟ ما يعني ممكن صعب. على اساس استقدام فرق، على اساس ان ومشكله عندهم الكونفدراليه كمان، يعني لو اجلوا هياجلوا كله. بس ده الاقرب، الاقرب ان هو بينزل الاسبوع بالمباريات اللي فيه، وبعد كده والمباريات بتاعه الزمالك والاهلي يتاجلوا، يعني هو قد يكون كده والمباريات الثانيه تتكمل. عملوا كده برضو في مباريات الكونفدراليه، نهضه بركان برضو يوم 23 وهما المفروض يلعبوا الكونفدراليه 22. غالبا بنسبه كبيره هما بيحطوا الجدول بيسكنوه وبعد كده هياجلوه. يعني انا بحط جدول النهارده وهشيله بعد يعني 24 لسه بدري برضه ممكن يعني بيسكنوا الجدول. هي حاجه من الاثنين مالهاش حل. توقعاتك يا كابتن حازم، توقعاتك، واسف على الازعاج يعني للموضوع ده. لا اسف ان انا ازعجتك يعني، دخلت علينا في فكره. معلش انا داخل في الحوار. انا ايوه انا عارف، الف سلام عليك. توقعاتك. لا انا مش في فكره ان هو ينزل الجدول وهو عارف الماتش هيتاجل، لما يكتب جنبه مؤجل. يعني في حاجه بتحصل كده، يبقى كاتب الماتش ويقول لك جنبه مؤجل. هل هو نازل الجدول مكتوب مؤجل؟ لانه لو نازل مش مكتوب كده يبقى هو مش طبيعي انك تعمل الماتش في وقت ماتش الفاينل السيمي فاينل وانت عارف انه هيتاجل. ده انا عايز اقول لك حاجه، ده هو لو عارف انه هيتاجل احرج الاتحاد الافريقي. طبعا. ايوه ما هي غريبه، ما بقول لك هي ساعات بتنزل قبل ما تشوف. حتى لو انا بقول لك العكس، حتى لو انا عندي المعلومه ما اقولهاش. عشان كده العكس هو الاقرب. في جداول بتنزل عندنا حتى في مصر وهي مكتوب الماتش ومكتوب جنبه مؤجل. فماشي لو هو نزل كده يبقى اوكي، يعني هو ده هيتلعب في وقت، بس ده مؤجل لوقت تاني يعني. وحتى لو مش لكن هي نو سنس اساسا ان انت تحط الماتشات ويوم الماتش عندك سيمي فاينل، يعني هي غريبه جدا. حتى لو مش مكتوبه مؤجل هو ده شان داخلي بالنسبه له، هو ياجل المباراه للاتحاد المغربي خلاص، يعني يسكن الجدول عادي اكن مثلا في مباراه للاهلي والزمالك يوم 24 وبعد كده منزل الاسبوع عادي وبعد كده ياجل المباراه. يعني هو اللي اراها او اللي هو نقلها بصراحه قد يكون ما خدش بالها. اللي ناقل الموضوع ده كله عامله بصراحه ممكن ما خدش، ان هو بينزل اسبوع وتاجيل مباريات فلان وفلان. ده فريق اداد ده بياكد ان هو نازل في جدول رسمي يا كابتن. رسمي نازل في جدول رسمي ولا مؤجل؟ هو رسمي. آه. بس هيتم تاجيله بعد كده. يعني ده الاقرب. والا انت قلت حته ذكيه يعني، ان هو لو حارق القرار بتاع الاتحاد الافريقي هتبقى دي كمان مؤجلات. هي مؤجلات، فعمره ما هينزلها بالشكل ده وهي اساسا مؤجلات. اصبر كام يوم وهيبان. هيبان. يعني ابتدى كنا من كام يوم بنتكلم لظروف، ولكن طالما ابتدوا لعبوا خلاص اعتقد امور التاجيل تبقى شبه مستحيله. في الوقت ده. طبعا بقت صعبه، لان هو برضو بيتكلم فاهم يعني ايه سيمي فاينل افريقيا، وفاهم يعني ايه فرق بتستعد لده، ان المدربين مثلا في مصر كارتيرون وفايلر بيقعدوا يظبطوا بقى فرقتهم وازاي هيريح فرقتهم، ان هو مطالب يلعب دوري. عارف يا كابتن كمان ان انت عندك مشكله اوريدي هنا كمان مع الاتحاد الافريقي في بعت اسامي الفرق.
برافو عليك. مين الاول؟ الاهلي. مين الثاني؟ مين الثالث؟ مش هيبقى فيها مش هيبقى فيها مشكله زي ما حصل السنه اللي فاتت بالظبط يعني. ممكن زي اللي حصل السنه اللي فاتت كان وليد. لا انت استثنيت وعملت ايه وبيه؟ ناخد بقى استثناء عشان كورونا. مش هتقدر تاخد استثناء اقوى. مش هديك استثناء. انا تواصلت الحقيقه رسمي مع المهندس هاني ابو ريده في المساله دي وقال لي السنه دي مفيش استثناء ولازم تبعت اسم فريق. وقال لي ان الحل الامثل فيها اي بي سي دي حاله واحده بس. لو انت مثلا يوم 20 الاكتوبر وانت مثلا ناقص لك ماتشين والدوري يخلص ممكن يسيبك الاسبوع ده يحطها يعمل لك اي بي سي لو انت فاضلك اسبوع وتخلص الدوري. اعتقد يعني ان هو ده هيبقى الحل. هو هيستنى اليوم 20 هنا على اساس تحل نفسها. لو الامور معقده هيضطر يبعت السنه اللي فاتت. الاهلي طبعا ممكن يعني بايديه ان هو يفنش بشكل بعيد فتبقى الامور خلصت وهينتظر يشوف المركز الثاني والثالث فين. هو المقاولين المظلوم. لا هو المفروض هو المقاولين هيتظلم في المقاولين هيتظلم بس انت برضه يوم 20 ممكن الدنيا تحل نفسها. وليه ما تختمش وليه طالما هتبعت يوم 20 ليه ما تختمش على اخر جدول عندك هنا؟ اخر جدول السنه اللي فاتت. لا اخر جدول السنه دي ما عندكش آلية تبعت بيها البطوله. لان انت هتبعت بطل السنه دي هتبعت بطل السنه اللي فاتت لكن انت كده مش هتبعت. لكن انت مركز اول ثاني ثالث مفيش آلية تبعت عليها. ما ده اللي استفسرنا عليه.